صوت حسين الجسمي، انت تخيلها زيدون بصوت حسين الجسمي ولا في صيغتها التقليديه مضمكه اه في الموشحات؟ لا حتى هو، حتى هو جميل صوت محلاه محلاه قد قد هاي يعطينا ترى قوي قوية 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 قوية. الله 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 الله. يلا 8:12 دقيقة تسمعوا في إيميسيون إمبوسيبل وتوا حان وقت الربح مع جات أسيورانس. جات أسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير. المدة 100 يوم، نعم 100 يوم جات أسيورانس باش دل الحرفاء نتاعها اللي ما عملوش دي زاكسيدون فوتي في المدة 5 سنين ولا أكثر وتهدي لهم كارت كاربورون توتال إنرجي بقيمة 500 دينار. التيراج وصور عملته اليوم جات أسيورانس بحضور عدل المنفذ خرج الربح. معنا إلا نجوى العروسي. صباح الخير إلا نجوى. صباح النور سي برهان. إيه منين تحكي معنا إلا نجوى؟ والله حاليا توا في الدار، كنت متجهة لطريق العمل نتاعي بويسكو جاني تليفون راديو يا سام قالت فيكم باش ما نشوش عليكم في الطريق. الله الله عليك، وين في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة ولا في هامبورغ بألمانيا؟ منين من وين؟ أنا في مدينة معتمر، معتمدية التشنين ولاية المنستير. يا أخي يا أخي كل الجوار الغول بتاع الهوند المعتمري، اللقب معتمري كله من معتمر غادي وإلا؟ الحقيقة ما عنديش فكرة عليها، ما ينجم يكون من معتمر. وي فما لقب معتمري غادي ولا؟ اكيد اكيد. فوالا كان جوار غول بتاع هاندبول معتمري. ان شاء الله يكون من معتمر وان شاء الله ربي يوفقه. الله الله عليك، شتعمل في الدنيا الا نجوى؟ شنو هي الخدمة؟ انا كاتبت محامي. اي المحامين يا سيدي صحيح. ومباشرة وين المحامي، في المستير ولا في سوسة؟ اي في مدينة المنستير، وبالصدفة والحمد لله يا ربي انا المحامي اللي نخدم معاه هي اختي. لا امورنا مريقله مالا، امورنا مريقله مالا. باش ترجع للدار من غير ما انا ترجع توصل وقت ما تحب كذا، توا امورك مريقله. علاش قعدت انا في الدار نستنى فيكم خاطر عندي الحريه التامه. شفت شفت الواحد كي يخدم مع اخوه، شفت نجيب محلاها الخدمه بين الاخوه. ديما المعرف باهي، ديما المعرف باهي. سي برهان في ولايه المنستير، اي وهذا ظاهر في صوت بربي في صوت الاخت. قبل ما تحكي على صوت الاخت، الاخت معرسه ولا عزباء؟ لا مازلت عجبه. هاي مالا خاطر مراد بدا يرخم في صوته ويذبل في عينيه وبدا يحكي على الاصوات. اي لا مراد اعطيتك نقطه باش تعرفك انت عامل الترخيمه واص نجوى. نعم سيدي. مراد صغيدي معك يا ولدي. الهواء سالي عادي لا نجوى صباح الفل. مرحبا يا مراد، وراني نموت عليك. الله الله اكبر. الله اسمع ويحب نتبع فيك يا نجوى، يحب يمد سويقات وراه، يحب يجي المعتمر غاديك ويمد سويقات. مرحبا بك. اما رد بالك تنتبه تنتبه، خطب حوالي 15 واحدة شريط ساحل كل مرة يعدي في سيف. اختبروا تو اختبروا تو، هو باش يحكي معاك. لازم تكون الاخرانية هي الكارتوشة الاخرانية تاخذ. الله 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 الله. واختك محامية تحضر الاوراق في ساعه. لا لا على سب لا نجوى مرحبا بك. لا لا والله كنت هدوء. مراد مراد احكي معاك. لا كنت ملاحظه ما احكي معاك. كانت ملاحظه هكا، كانت ملاحظه يا نجوى. امشي شو بيت نبحث الليله. لا لا مراد ما حقش بيك توترت. ما حقش بيك توترت يا ولدي. كنت اقول لكم سيب روحك مراد، سيب روحك. كنت نقول اللي ولايه المنستير وهذا يبدو في صوت لنجوى، الله، هي الولايه الاكثر فيها نسبه السعاده في ولايه الجمهوريه. تحب خير من هكا، تحب خير من هكا معناها. وهذا ظاهر من صوت ومن نبره نتاع سكانها ومتساكنيها الكل. نجوى 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 اش ترد عليه تقول له هالملاحظه هذه؟ والله نقول له بون ذواق الحقيقه. شنو يا ذواق؟ شنو يا ذواق؟ يلا نجوى محلاك ومحلى صوتك ومحلى الطاقه الايجابيه اللي عملتها لنا هكا في البلاتو. اسيوري في اجنس احمد الحوار يقولوا لي في سوسه. يا باهي واكيد فرحانين بيك انت تبارك الله 5 سنين وزيد. يعني ابار نعرفك تعرف الطيب ومورك مريقله تبارك الله عليك. اي مزيانه وتطيب وكذا وزيد ترد بالك على الكياس كي تسوق. كيفاش تعمل اش تعمل يا نجوى؟ شنو هي اهم حاجه؟ والله اهم حاجه الانتباه، ناقصه نوم، ما تجريش، المترجمين تنتبه منهم بالكدا. الحمد لله. سورتو الشباب الصغير اذا كان ريت والع وفرحان ماذا بيك تخليه يتعدى. وربي يسترنا ان شاء الله الناس كل في الطرقات.
يعطيك الصحة. طيبيا خصوصا اني ديبلاسي من بلاد لبلاد ما كتعرف احنا في المحاكم من طبعا وستر الله وستر ستر ربي ستر ربي ان شاء الله طريق السلامة على طول يا ربي ليك انت والناس اللي تسمع فينا الله الله عليك الحمد لله. ذاك عليه يلا نجوى جات اسيورونس حبت تفرح بيك على خاطرك السائقة المثالية وحبت تهدي لك كارت كاربيرون توتال انرجي بقيمة 500 دينار. شكرا لكم يعني مبروك عليك الفرع سوسه في جات. يلا الله عليك يعطيك الصحه لنجوى العروسي الفايزه معنا اليوم في مسابقه جات اسيورانس. جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير. يلا 8:17 دقيقه شي ما تعطينا لانفو ترافيك. يلا 8:19 دقيقة ما عندك ما تعلق على حادث البرازيل؟ الحمد لله ما صار شكل بوليميك الكبيرة وسورتو الراجل طلعوا له تصاوروا في حزب ينشط في حزب اللي هو حزب يسيريا حزب العمل حزب العمل وكذا في حملة انتخابية واحد الحمد لله ما مشيتش التأويلات السياسية في اللي هنا برهان والله فرصة باش هالثوار الجدد اللي باش يولي ثوري ويولي يسب البوليسية ما هو زاد ما هو التراكمات تراكمات لأن إذا كان كل بريسك نهار نهارين البوليسية بهم البوليسية عليهم البوليسية بهم البوليسية عليهم راهو ردود أفعال باش تكون هكا زاد مش البوليسية كي لحمة الكرومة متاكلة ومذمومة البوليس اللي يخطأ يتحاسب أما ناس خدم هذا يدم تقدم في شهداء معناتها مش معقول اللي قاعد بالحق في الفترة الأخيرة ساحة حقوقية زاد اش طالب منها كي تحصل بعض التجاوزات كذا باش 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 كيما قلت أنت اللي غلط يتحاسب في بعض التجاوزات ولكن هذا لا يمنع ان اليوم المؤسسه الامنيه نتاع البلا هي احدى هي بالمناسبه البلاد اللي قاعده تدفع في ضريبه الدم برهان الاعلاميين بعقولاتهم ايش دخل الاعلاميين بعقولاتهم اللي راهم المؤسسه الامنيه قد ما تسبوا المؤسسه الامنيه راهي البلاد ما تمشيش في الطريق السليم يا اخويا اللي البوليس اللي يغلط البوليس اللي يغلط يتحاسب نجيب انت تشوف ساعات انتقادات انها سب فما عباد لا والله يا نجيب صحيح مراد عمل حلقه كامله هو مراد تقصد مراد ما حلقه كامله عملها بتاع الجماعه كلهم اي ما عندها في على المرسي نوار شوف لا لا عملت حلقة على وقت العنف البوليسي جبت فيها الكل هال البوليسية لا تحب تعمل 40 ساعة ليه ما قلتش أما رأوا فما صار في الموضوع هذا صار نوع من الالتحام بالحق ما بين جزء من العالم الحقوقي كما اللي يحكي عليه برهان وجزء من عالم مهم وهو عالم الرياضة وعالم الكورة وإذا كان الأمن يحب يخدم على الصورة متاعه أنا ننصحه أنه أولا يخدم على الشباب اللي يمشي الملاعب وراه أنا ساعات نمشي على الصفحات الكل يا مرد أنت كإعلام تسب في البوليسية الشاب ذاك اللي يمشي للستاد مش يخدمه أنت ساعة كلمة السبين مش في بلاستها ينتقد فما فرق بعض الممارسات ما بين نعطيه معلومات وما بين نسبه حتى واحد ما يسب ما نعرفش إعلام يسب أنا وجوه إعلامية هكا تو ردوا البوليسية هم عم طفل البوليسية هم هدوا باش يوقفوا واحد ضربوا عائلة سقطوها ما عند راهو كي تسمع تقول لا في عايشين في دولة أخرى مش في تونس معناتها اليوم فما واحد يهرب بعد 25 جويلية فما ما نصورش واحد ما يتحاسبش باش نسب وبركة رأيك في 20 ثانية أدعوك عدي ساعتي امشي اقرا شنو تكتب على البوليسيه في امريكا بتاثيرتك امريكا شنو دخل امريكا تو نحن وصلنا تشوف العنف تو تشوف شي تقال على البوليسيه في امريكا حتى الدم الزليزي الراجل هم يدفعوا فيه ضريبه راها الناس ميتة من الناس ميتة وصلت الفكرة دي بهذي شباب متواصل وكذا خلينا اليوم في الخبر الموالي اللي يخص ختم الأبحاث تقريبا في قضية أنستالينجو قرارات منها الوضع في حالة صراح منها التبرئة التامة والكاملة ومنها الإحالة أيضا باش نفهموا الملف بغض النظر على من ينوب من ولكن اليوم معنا الأستاذ على الهواء مباشرة الأستاذ جلال الهمامي الأستاذ جلال صحيح هو ينوب محمد علي العروي لكن الأستاذ جلال من خلال نيابته محمد علي العروي عنده فكرة على الملف ككل باش ناخذه من عنده بالضبط شنو هي القرار اللي اخذاه حاكم التحقيق شكون هم اللي وضعوا في حالة صراح من استأنفت النيابة العمومية في 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 حقهم بقية الأمنيين من تم إحالتهم أستاذ جلال صباح الخير
صباح الخير، مرحبا بكم، مرحبا بسيد الضيوف. يعيشك استاذ جلال. شنو المعطيات بخصوص قضيه انستالينجو مع ختم الابحاث هذايا والعناوين الاعلاميه اللي تخص ختم الابحاث وحفظ التهم في خمس في حق 15 مشتبه به والنيابه العموميه تستأنف؟ قبل ما نخوض في المعطيات هذه دعني اقول ان الاستاذ جلال الهمامي وبكل تواضع الوحيد تقريبا الذي تمسك ان هذا الملف كان على غايه من الخطوره وفي العديد والعديد من التهم الخطيره. وعلى الاقل على الاقل اليوم نقول انه ثم صوت الحقيقي نتاع مجموعه من الجرائم التي ثبتت بمنطق الوقائع. هذا معناها على الاقل على الاقل خلينا نحط ستار بمعزل اني انا النوب العميد والمنطق الرسمي السابق محمد العروي، لكن على الاقل خلينا نتفقوا في المساله هذه. انه على خلاف، احنا باش نوضحوا انه على خلاف ما تعودنا عليه من محامين في مثل هذه القضايا اللي يقولوا ملفات فارغه، بالنسبه ليك جلال الهمامي رغم انك تنوب فيه تعتبر انه الملف ملف ثقيل. استنينجو اكثر من ذلك معناها الشخص المتواضع هو الذي تمسك بقرارات الاطلاع، الشخص المتواضع هو الذي تمسك وناضل من صحة العبارة بذبية معناها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بشوسة سنين نحكي سيد وكيل جمهورية وقاضي التحقيق، وتوجهت بالعديد والعديد من قرارات الاتلاع أو مطالب الاتلاع والتي بقيت في الرفوف. معناها أنت حبيت تطلع على الملف الكل. مش أنا باش نطلع كيبوريا النامسات خنفسر لك هذه مسائل إجرائية، لكن السيد الفولجاريزي خلي السيد المستمعين خلينا يفهموا. أنا دوري لهنا بمناسبة أني نكتشف أن ثم ارتباط ما بين هذا الملف وملفات أخرى. أني أنا نقدم إجرائيا فهمت مطلب في الاتلاع على الملف الفلاني أو الملف الفلاني. هذا موجود في القطب، معنى القطب المالي، ملفات موجودة في القطب المالي وملفات موجودة في القطب الرياض وملفات موجودة في ابتدائية تونس وملفات موجودة في محاكم أخرى. شكون أنا؟ أنه بقدرة قادر في شهر مارس 2023 تحركت الماكينة صح العبارة وتم الاطلاع على حد أدنى من هذه الملفات اللي هي عندها ارتباط مباشر بقضية انستالينجو. علاش انا نقول بقدرتي قادر؟ على خاطر في البدايه الملف راهو من ليله 20 جوان، ليله هكا الليله الطويله هذيك 20 جوان 2022 الى حدود شهر مارس بقى يراوح مكانه، وبقي البحث في حدود سماعات معناها خلينا نثبتوا التهم على الامن الفلاني او الامن الفلاني او الامن الفلاني، ونعرفوا الاسباب بتاع الشيء. علاش؟ باعتباره ان وزير الداخليه السابق المقال والغير مأسوف عليه بطبيعة الحال هو الذي كان يتحكم في هذا الملف. وراك تقول في الكلام هذا مانيش نقول فيه شبه لغاء ولا مانيش نقول فيه عبثا، راهو شيء غير موثق. واكثر من ذلك بالمناسبه نحب نقول انا استاذ جلال دخلت سياسه راك وليت تحكي سياسه توراك. لا مانيش نحكي سياسه، انا نحكي في مسائل عندها علاقه مباشره بالموضوع وعندها علاقه مباشره بالملف وعندنا وثائق مظروفه في الملف تؤكد هذا الكلام، ومانيش نحكي في السياسه كي نحكي في السياسه هذايا. بس هي وان كشف جزء من الحقيقة إلا أنه تغافل عمدا عن جزء آخر من هذه الحقيقة. اللي هو شنو الحقائق؟ أي فس هي واضحة الحقائق بالنسبة لي أنا. أنت بالنسبة لي هنا بمناسبة الأبحاث نتاعك تكتشف أنه ثم بعض الأطراف اللي هي عندها علاقة مباشرة بالفاعلين الأصليين في هذا الملف وبعد تالي تحفظ في حقهم. كيفاش وعلاش؟ هذا السؤال. وانا نقول معناها النيابه العموميه هاي استيفت الحقيقه ستظهر وما زالت عندنا صوت اخر في دائره الاتهام. دكورو ثم صوت اخر في دائره الاتهام. انا بالنسبه لي انا قررت الحفظ. انا حاجه اخرى نقولها زاده، ثم بعض الاشخاص اللي هما في السامعه نتاعهم نهار 2022 جوان 2022 يعني خلاهم السيد قاضي التحقيق في حاله صراح استأنف النيابه العموميه تصدر في بطاقه ايداع الجوزه زوما اليوم يحفظ في حقهم رغم انه هما في حاله فرار. نقول انا كيفاش قرار الحفظ هذايا؟ شنو الاساس تاع التعليل نتاعو؟ على الاقل على الاقل على مستوى الوقائع ثابت ومن الثابت. انا من العباد هذوما عندهم ارتباط بالحزب السياسي، كل حزب سياسي نحكي على حركه النهضه راهو نحكي على حركه النهضه عندهم ارتباط. كيفاش علاش؟ هذايا تجاوب على دار التكيه. نرجع توا بالنسبه للعباد اللي حالهم من اجل المشاركه، نسيتش نتكلم شويه في القانون توا. والله المشاركه راه عندها اركان. اول حاجه بالنسبه لنا يلزمك تبدا العلاقه السببيه ما بين الفاعل الاصلي معناها ليان كوزاليتي ما بين الفاعل الاصلي والشريك. اكوردو واضح؟ هذا من المفروض اللي تبدا تفركس عليه، مش تبدا تفركس في حكايات
الحقيقة ما أنزل له بيان السلطان. ما هوش معقول أنك تعتمد شهادة شاهد. سي جلال ما متلجمش الأمور تكون واضحة والكلام كله معناها مسنود لأطراف وأشخاص وما سميت لنا حتى حد وما كذا. اللي مسؤولين بنفس الإحالة. إيه مثلا بنتي. إيه ما هو سي جلال احنا يلزمنا نستوضحه بالضبط شكون اللي أحاله وشكون ما حالوه به. على الأقل نخش بمعلومة. العميد محمد علي العروي في انستالينجو محمد علي العروي يحفظ في حقه تهمة التبييض. إيه ما وأحالوه في حكاية أخرى. وانت مسكة بالتخابر بتاع 5000 فدات بتاع الطباخ والشيفور بتاع القنصلية وغيره. معناه تم معناه العميد محمد علي العروي تم إحالته في قضية أنستالينجو. تم إحالته من أجل تهم أخرى عجيبة وغريبة. على كل حال مش نحكي لمحمد علي العروي يا سيد بورهان. أرجوك أن نحب الملف هذا. رجال أعمال أستاذ رجال أعمال. رجال الأعمال حفظ في حقهم. رجال الأعمال حفظ في حقهم كل. وفما شكون اللي ما سمعوش إطلاقا. فما اللي ما سمعوش إطلاقا. ما الإحالة شملت أساسا شكون؟ مالي الشركة شكون أخرين؟ شكون شملت يا سيدي الإحالة اللي تحالوا بالنص الكبير هذا اللي هو الاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويكتب محاولة المس من سلامة الكلمة اللي تحبوا سي بورهان جيد جدا هذا اللي يهمك وذلك محاولة المس من سلامة الترعب التونسي وبرابط اتصالات مع أول الدول الأجنبية شكون هما؟ منها أو كانت نتيجات والإضرار بحالة البلاد السنة هذا اسمع نص رهيب وعجيب وجريمة عمل بتبديل هيئة الدولة وحملوا السكان على مهاجم في بعضهم البعض سي جلال وخرجوا والقتلوا كذا ونسبة أمر الموحش وغسل الأموال شكون هما؟ تحالوا بالنصوص هذه الانتجراليتي واحد راشد الخليجي اثنين معاذ الخليجي ثلاثة سمعي الخليجي أربعة رفيق بوشلاكة عادل الدعداء لم يزندوبي مريم الدعداء محمد الحشفي عبد الكريم بن سليمان رياض بطيب سيد الفرجاني لطفي الزندوبي حيثم الكيري يحيى الكيري سالم الكيري ورانيا الزواري وسابرين الكيري وصافي ناس بن علي ورامي بن عافية وهشام المشيشي اي نعم ومحمد بشير العرنوس ومحمد بشير العرنوس والعوير وهلال القرشي وليون جونزاليس اللي هو ذو جنسية أجنبية وبالنسبة إلى تهم المشاركة بتبع عندك المجهول بن علي ما ذكرتوش راهو موجود لا موجود اي رقم 18 المجهول بن علي انا غالب ضعيف في القراية مليانة ما عندك القائمة مادام عندك القائمة مش انا سيد زياد عنده احنا ما عندناش تشبيك على حسابك يا جلول تشبيك على حسابك يهديك شفما خويا لا مانيش على حسابي شفما تستنى في ماتش الاطوال نهار السبت المشاركة شكون استاذ انا من الاطوال عايش خويا برهان انا حاجة انا بالنسبة لي انا لا اسمعني تشبيك على حسابك شفما احنا كيما قلنا حاجتنا بشوية معطيات شوية معطيات احنا ما فهمناش يا سي برهان يا سي جلال يا عايش خويا اعتبر نفسي حامل قضية وطنية ما فهمتناش شنو هي البعد الوطني في القضية قول لنا حامل قضية وطنية ما تفسر لنا فما تخابر انا نقول لك فما مشروع فهمتني نتاع تغيير اركان دولة وانا نقول لك انه فما تخابر وانا نقول لك انه فما لوبيات مالية وانا نقول لك انه فما غسيل اموال تقول لي وين البعد الوطني اي ما وانت احنا ما فهمناكش توا في الجانب هذايا انت محامي وتقول الملف من جهة فبرك فيه برشا وزير الداخلية السابق ومن جهة تقول هذا ملف خطير وكذا هذا اللي ما فهمناش يا استاذ جلال راه وهذا اللي حبيناك انت تفهمنا وما اختصاص قانون انت تفهم ايش قاعد نقول يا ولدي مانيش مطالب بكل اختصاص قانون يا سي جلال يهديك راه نحبوا الساده مستمعين يفهموا بالضبط معناها ايش حاس وانت تعطي فيهم الاشاره ونقيضها ومن جهه هذا ملف خطير ويزمهم كذا ومن جهه هذا ملف فارغ ولعب فيها سي توفيق شرف الدين الجانبيه انت تنقص شويه من الاثر الجانبيه تو الفكره يا ولدي لا سي لا انا نعرف لا سلام جاي شكرا جزيلا لك يلا نمشيو للاخبار IFM Express يلا 8:36 دقيقة تعليق على القضية اللي تمثل له كبير في وسط قضايا التآمر على أمن الدولة يبدو زياد الهاني دونك ثم القائمة بتاع 26 شخص اللي ذكر الأستاذ جلال الهنامي واللي هم متهمين أساسا بالاعتداء على أمن الدولة وجرائم أخرى مرتبطة في النباهة مجموعة جرائم مرتبطة في النباهة ثم حاجة أخرى بالنسبة لظهر لونجو توفيق السبعي اللي هم أمنيين محمد علي العروي اللي هو أمني كذلك لحبيب السبوعي سامي الصبابتي سليم الجبالي وشارة زاد عكاشة زميلتنا السبعة هذوما متهمين بالمشاركة في الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب الوطني التونسي ويا رب رابط علاقات مع عوان الدولة الأجنبية الغرض منها وكانت نتيجة الإضرار بحالة بلاد التونسي يعني تمت الإحالة في حقهم أي والمشاركة في العمل على تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب
وارتكاب امر محرج ضد رئيس الدوله فهمتني الى اخره، ورفض مطلبي الافراج في حق المظنون فيه محمد علي العروي. باه ثم جريمه اخرى اللي هي جريمه الغسيل الاموال المنسوب للمظنون فيه لازر اللونغو، وكان ذلك في اطار وفاقه باستغلال تسهيلات قوارة خصائص الوظيفه والنشاط المهني الاجتماعي من قبيل اعتبرت جريمه الاثراء غير المشروع، و بمكافحه الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح. ثم اقتراف المظنون فيهم اشرف بن عمر، مهدي جمل، اشرف بربوش جريمه المشاركه في العمل على تبديل هيئه الدوله، وحمل السكان على مهاجمه بعضهم بعضا فهمتي الى اخره. واقتراف هذو مدونين رئيس دولة مدونين هذوما، وكاقتراف اشرف بن عمر لجريمه غسيل الاموال، وكان ذلك في اطار وفاق باستغلال التسهيلات الى اخره. اقتراف مظنون فيهما عادل الدعداع وعبد الكريم سليمان لجريمه تكوين مكاسب بالخارج بدون ترخيص من البنك المركزي التونسي طبقا لطلبات الاداره. دونك هذه جريمه ولت ديوانيه. كاقتراف المظنون فيهم عادل الدعداع وسالم الكحيلي ويحيى الكحيلي جريمه التقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم بدون ترخيص من البنك المركزي التونسي. هذه جرائم ماليه. اي جرائم ماليه انا قلت ديوانيه. والمظنوم فيه سالم الكحيلي وصبرين العتيري جريمه التصدير والتوريد بدون اعلام بدون ترخيص من البنك المركزي لادوات الدفع بالدينار التونسي. واقتراف المظنوم فيه هيكل الكحيلي جريمه التوريد بدون اعلام كيف كيف زاد هذه مدنيه اللي تايبو سي كالتصريح بحفظ اجراءات التتبع في حق كل من لا مزال هذا عندك اشرف بربوش ومهدي جمل واشرف بن عمر هذا العفاء الجزئي في جريمه الاعتداء على امن الدوله الخارجي ومحاوله مس من التراب السلام التراب الوطني هذوما شنو هو وربط اتصالات مباشره مع الدوله الاجنبيه هذه وجهوا لهم تهمه ولا اسقطوا لهم التهمه؟ اظن اسقطوا لهم جزئيا التهمه هذه دونك التصريح بحفظ اجراءات التتبع في القضيه هذه التي على امن الدوله. شكون مال اللي باش يتسيب فيها هذه؟ يا سيدي قال 15 هو به. بالنسبه لجريمه غسيل الاموال تم التصريح بحفظ اجراءات التتبع في حق الحبيب السبوعي محمد علي العروي توفيق السبعي سامي الصباب تسليم الجبالي شهرزاد عكاشة هذه في علاقه بغسيل الاموال. غسيل الاموال توا اش يبقى؟ اش يبقى؟ بالنسبه للي تم حفظ كل التهم في حق هذا هو هم في الواقع 14 شخص ايواش حسب القائمه اللي عندي هم 15 أي. هم بسام عثمان اي سفيان طوبال اي رباب السباعي علي الغدامسي مريم اعتياد الغدامسي زينب الكحيلي ربيعة بن عبد السلام ياسمين كمون أشرف الخضراوي حمدي بوميزة زميلتنا شذاء الحاج مبارك البشير اليوسفي وزميلنا لطفي الحيدوري والطهر الشايب. هم أغلبيتهم كانوا ما همش معناها مجدودين ولا موقفين القائمة هذه أغلبيتها في حال صراحة ما عنديش فكرة بالضبط دونك هذوما تم حفظ كل التهم في حقهم. تم رفع تحجير السفر المتخذ في شأن بسام عثمان سفيان طوبال رباب السباعي علي الغدامسي مريم اعتياد الغدامسي زينب الكحيلي ربيع عبد السلام ياسمين كمون أشرف الخضراوي حمدي بوميزة الحاج مبارك البشير يوسف لطفي الحدوري طار الشايب نفس المجموعة يبين نفس المجموعة واضح. رفع تجميد التعامل الحسابات البنكية والتجميد على الرسوم العقاريه نتاعهم اليوم جمدوهم لهم هذه تلقى فيها بسام عثمان سفيان طوبال رباب السباعي علي الغدامسي مريم معتاد الغدامسي ال 14 هذوكم لكن تزيد لهم 15 الحبيب السبوعي واضح محمد علي العروي توفيق السبعي سامي الصبابتي سليم الجبالي شهرزاد عكاشه مهدي الجمل واشرف بربوش واضح بارك الله فيك هذه معطيات شافيه وضافيه من عند زياد تفضل تعليق التعليق معناتها بعض قيادات حركه النهضه فهمني ولا مشت لهم تهم التخابر وكتتر الطويل هذاك وحمل السكان ما بيذكرني اصل الحكايه شنو هي بود برود هذه مجموعه هذه شركه عندها ارتباط بتركيا ذهب تخدم على الفيسبوك باجت فيسبوك وكذا على اساس هي بود برود اللي في القضية هذه هو توجيه التهمة وأول مرة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي أول مرة تقريبا أول قضية يتجبد فيها هشام المشيشي ويتحال لو يتحال وبتهم معناها قائمة تهم التآمر على أمن الدولة فهمني ولا والتخاف مع جهات أجنبية
معناتها هشام المشيشي أول مرة معناتها يتحال في قضية معناتها بعد ما خرج من رئيس الحكومة. في تقديرك الجدية من عدم الجدية مراد بابا تبيع نجيب ناصر فيك تبيع هذا القضاء هذا حكم هذا تحقيق ولكن هذا ولكن هي فيها عديد لأنه هذه برهان قضية أراو يلزمك تطلع الأستاذ جلال الهمامي معناتها هو ساهم باش حكم التحقيق يطلع على قضايا أخرى في قطب المالي وقطب الإرهاب عندهم ارتباط بن ستالينجو ما عنده يلزم حكم التحقيق يطلع على القضية ذيك باش يفهم التوازن ككل والطلع حسب والطلع والطلع حكم التحقيق وبعد ارتقاب هذا رايش مرحلة متاع تصفية حسابات إذا كان نجيب يحكي على السيد جلال يقول لك طلعت السيد جلال يقول لك جزء منها زاد فيها تصفية حسابات وهو يتهم في وزير الداخلية السابق الأكيد زاد كي تشوف المواقف بعض أساس حركة النهضة تقول زاد هذه تصفية حسابات وملفات ما فيهاش قصة التخابر والتآمر على الدولة معناها سيري طويلة مدى جدية الحكاية تشوفها أنت يا مراد الصيد التعليق على المسألة هذه مش سهل أما معناها كان رجعوا الأمور لإطارة ممكن في إطار التحليل أقصى ممكن أن نراه فيه في قضية تانستالينجو هي مسألة مالية معناها أنه كانت فما تمويلات مشبوعة لهذه الشركة اللي ما تقبلش الرقعة متاع النشاط متاعها لكن التهم الأكبر المتعلقة اليوم عندك كما قلت نجيب اليوم أحببت بكارك تقف تعمل هك تتنفس شوية تغزر هك تخلي التفاصيل الكبيرة الكل حولها ترقى رئيس حكومة حكم في تونس ورئيس برلمان ورئيس برلمان محالين على تخابر مع جهات أجنبية تآمر على أمن الدولة حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض معناها حاجات كبيرة مدى تقييمك أنت هو في المطلق الحاجات هذه تبدو مبهمة أبستريت معناها حاجات مريناش الأثار متاحة على أرض الواقع قد يكون وأن القضاء والأمن التونسي مريتش على أرض الواقع باجيت تسب في رأس الجمهورية باجيت تحرض باجيت مع قاعد نقول نجيب باجيت سبت الناس كل باجيت موجودة من عام 2011 فمش حتى 2011 حتى من 2007 من وقت ظهور الفيسبوك الباجيت معاك وأنا أحيانا والتمويل فما مشكلة في الباجيت لكن هذه التهم اللي نحكيه عليها لا علاقة باجيت هذه رأو التقريب نحكيه متاع عصابات مسلحة معنى الحاجة الناقصة أنه الناس هذوم الكل عصابات مسلحة ملاحظة فقط للناس للتوينس للشعب التونسي للناس اللي ترانا فينا احنا في الممارسة الديمقراطية راو كي تجي تلم انه منذ 2021 علي العري وراس الغنوشي وهشام المشيشي ويوسف الشاهد هذوما الكلهم موجودين وحمد الجبالي في قضايا زيدهم ليس الفخفاخ ولو تم تبرئة ذمته نهائيا وذاك تسكر دوسي الصورة الحاصلة للتوينسة هو أنه بالفعل الممارسة السياسية فاست أولا على ذلك يقولوا عشر سن خراب يا مراد ليش عشر سن خراب للممارسة هذه متفاهمين أما هذوما الكل على أرض الواقع قاعدين نراو في فاسيتا ويش مشيشي سياسيا نجم ولوموا عليه ليلا نهارا وما كانش رجل للموقف اللي تحب انت إيه يا أخي شن مشيشي ولا ملياردير يشم مشيش خيال ما عنده حكم التحقيق هاول باش نجاوبكم حكم التحقيق اللي خذ الاجراءات هذه باهي هاو نمشي معك لبعض سفيان طوبا يحفظ في حق الطوم لانه خطير ما عندها سفيان طوبا ما عندها ينجم السيد ثمين سفيان في الظروف هذه سفيان طوبا اللي نجم يكون كان ما عندها التعليم وهنا يقول لك علي تعيط له اصلا انت هو ما حقش عيط له اصلا يشملوا البحث الشيء في اخي ما يشملوا البحث هل نحن نجيب بصدد قضايا جديه مره اخرى راه هذه كلها استمراريه ممكن يبدا البحث كي يبدا البحث عادي صوره نتاع السيد بالكركاره نتاعنا نشد 3000 ومن بعد مبرر 2800 مش فقط هكا راك عندك تقريبا هذه القضيه الخامسه في قضيه تآمر على امن الدوله لهنا انا سؤالي مدى جديه هذه القضايا انا سامحني واختم نعطي زياده في ثواني عندي 40 ثانيه 40 باش نخرج الشارع شوف تآمر على امن الدوله ما فيش الركن المادي التآمر على امن الدوله في بلدان العالم الكل في النظم القانونيه الكل فيه ميليشيات وسلاح وقالاليني فما ميليشيات وسلاح ما فهميش في خلينا نسمع من عند زياد بتعليق في باختصار في واحد في ظل غياب ركن مادي التهمة ذي فيني كلها فهمتني فشوش اثنين التهمة متعلقة بالتآمر التآمر بالضبط هذي فشوش لكن قضية التآمر وحمل السكان على مهاجمتي احشموا 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 هذه النقطة الأولانية
النقطة الثانية ومثال شيء قبلوا مني السادة وكل الجمهورية حكام التحقيق أو بعضهم على الأقل اللي ما يعرفوش إذا كانوا ما يعرفوش، وكذلك حتى معناها توجيه معناها إنارة للسادة المحامين. الفصل 67 المتعلق بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية راهو لا يتعلق لا يطال ما ممكن أن يكتب ضد رئيس الجمهورية سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو في وسائل التعبير في الفتي الاجتماعي. يعني كيف واحد معناها حتى سب سيدي رئيس فتي دولة راهو ما يتحالش على ارتكاب أمر موحش ضد رئيس باش نقتل رئيس الجمهورية. الجمهورية ايش يقول ايش يقول اختالت ما مجرد التخطيط. أنا نحكي على ارتكاب أمر موحش مش على تعرف شنو ارتكاب أمر موحش؟ هو غير الاعتداء بالعنف، تضربوا بكعبة باطم، تضربوا بكعبة عظم، هو واقف تعمل له حركة بذيئة فهمتي من تادي، هذاك يتسمى ارتكاب أمر موحش. علاش؟ على خاطر فصل 67 اش تحكي فيه؟ يعاقب بالسجن مدة 3 أعوام وبقضية قدرها 240 دينار ومحل عقوبتين فقط كل من ارتكب أمر موحش ضد رئيس جهود الدولة. يا ودي برا البيب برا البيب. بالله 50 دقيقة زياد الهاني شكرا على العرض اللي خلى نجيب يفر فرارا من الواحد وقت يتفسر. لا شيء نطر شنو انت تحكي على امر فهمتي موحش راهو مستثنى يعني ما هو جرائم تاع مجلة مستثنى قصص فصول مجلة الصحافة الامر الموحش ما يشملش الكتابة والتعبير ما يشملش الكتابة والتعبير افعال مادية السبان والشطب ذاك راهو ابون ياوك معناها هو حدد 67 يقول فهمتني ما عدا الفصلين كذا وكذا من مجلة الصحافة اللي هو الطور مرسوم 115 واضح يقول لك يعني محاولة اغتيال سيدي يقول لك حاجة بشوي. أنا بالنسبة لي أنا رئيس الجمهورية مادام لم يقدم دليلا على حكاية أنه يتعرض لمحاولة اغتيال فهذا من قبيل الإيهام ومش صحيح. هاو الناس موقوفة أهم دليل الناس موقوفة إيه الناس خطط لاغتيال رئيس الجمهورية قالوا خططنا لاغتيال رئيس الجمهورية شكو هما لازم يقولوا اتهامة بما لا يتعاملوا مع تركيا ويتعاملوا مع كذا وتليفونات ومخابرات واضح سيبة هذي أرى هذي أرى 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 كل واحد عنده رأي والسادة المستمعين سي نجيب لهم أنه يفرزوا بين هذا الرأي وذاك كما توا أريج الحمروني بدق البحث نتاعها باش تفرز لنا بين الصحيح والغلط في الخبر في الفري فود لا فو صباح الخير مرحبا بكافة مستمعي إذاعة EFM باش نحكيو على البيان الصحفي اللي كان نشره المجمع الجهوي للمخبز العصرية بصفاقس بعنوان صفاقس بلا خبز خلال أيام العيد. نحن باش ناخذوا صحيح من الغالط شنو أسباب الإضراب اللي تلوح له المخابز العصرية في صفاقس. معنا عبر الهاتف رئيس المجمع الجهوي للمخبز العصرية في صفاقس سيد سالم البدري. ألو صباح الخير سي سالم. ألو مرحبا النور مرحبا بك وكيف المستمعين. شكرا لك على التدخل معنا. كنت عنونتوا البيان نتاعكم انه صفاقس بلا خبز خلال ايام العيد هذيا بسبب ما اعتبرتوه انتم مظلمه من وزاره التجاره بانها ترخص لمخابز بانها تعمل خبز العيد والمخابز العصريه تمنحها من ذلك. شنو التفاصيل وعلاش باش تعملوا الاضراب هذيا جوست بسبب الخبز الخبز العيد فقط يعني انه صفاقس باش تتهد انها تكون بلاش خبز ايام العيد. سالم باش نفهم العنوان اللي عملتوه للبلاغ تخبروا في العباد انه لن تكون هناك خبز في صفاقس خلال ايام العيد ولا تنبهوا وتحذروا؟ الزوز هما صحاح ابون لن يكون اذا هناك خبز في ايام العيد في صفاقس اي بالطبع. علاش؟ على خاطر الله غالب دولتنا هذيك هي معناتها الناس كل ناس تعملهم بطريقه. احنا كيما تعرف زوز اصناف نتاع مخابز ثم زوز انواع نتاع خبز الصنفين هذوما وزوز انواع نتاع الخبز الصنفين ما عندهمش حق باش يخدموه خبز العيد والصنفين وزوز انواع نتاع الخبز ما ثمش قانون يقنن فيهم صناعه الخبز. باش نعطيك لمحه هنا باش تعرف شنو الاشكال وبعدين باش نفسر لك علاش صفاقس بدون خبز ايام العيد. اول حاجه هو البيان هذا يهم المخابز الغير مصنفه اللي احنا معناتها المخابز العصريه ما يهمش المخابز المصنفه المدعمه. بالنسبة للمخابز كما قلت لك ثم زوج أنواع نتاع مخابز، مخابز مصنفة اللي هما فيهم صنفين، صنف أليف اللي يخدم الخبز الكبير ميزانه 430 جرام، السوم نتاعه مسعر من طرف الدولة 230 مليم، والصنف جيم اللي يخدم الباكيت المدعمة اللي ميزانها 230 جرام، والسعر نتاعها مسعر من طرف الدولة 190 مليم.
وثم مخابز غير مصنفة العصرية اليوم احنا نخدموا الخبز الرفيع نحبوا نسميوه باكيت، هي الخبز الكيفالون تاع الباكيت اللي ميزانها 150 غرام ونبيعوها ب 250 ملي، يمكننا نبيعوها ب 200 ملي وقت اللي غليوا لنا في الفارينة ولينا نبيعوها ب 250 ملي، مع العلم انه احنا ناخذوا السميد والفارينة كيما حطتها الدولة، الأسعار اللي حطت الدولة للعموم كما ياخو معناتها أي مواطن، ما عندناش حتى دعم. يقولوا أنه سميد والفرينة هذية حتى هو مدعم، لكن احنا نشريه بالسعر اللي حطته الدولة للعموم، ينجم يكون مدعم، هذيك حاجة تخص الدولة. الأصناف متاع الخبز كما قلت لك سمى صنفين، سمى خبز وزنه 430 جرام خبز كبير صنف أليف، ثم خبز وزنه 230 غرام صنف جيم باكيت، وثم خبز غير مدعم الغير مصنف اللي نخدموه احنا الخبز الرفيع اللي هو ميزانه 150 غرام. معناه اللي بشي تفقد هو الخبز الرفيع، معناه مش الخبز العادي، معناه مش على خطر تفقد في المخابز متاعكم نحكي على المخابز، على المخابز الغير مصنفة، الغير مصنفة العصرية. ايوه واضح. في القانون ما سميش قانون يقولوا انه ثم خبز متاع كيلو متاع زوز كيلو متاع 3 كيلو هذا خبز العيد واللي هو خبز معناته تمتاز به معروفة به مدينة ساقس، مدينة ساقس وما تنجمش معناته تدخل في العيد الدار في ساقس ما تلقاش فيها خبز عيد، معناته حاجة يعني موروثة عن أجدادنا يعني عادة ما هذاك. علاش كل عام الدولة فيك 48 ساعة ولا 24 ساعة متاع العيد يعني يتغذوا النظر ما معناته يخليه الخبز هذا يتخدم. اللي صار هو انه السلطة نتاع وزارة التجارة عوين المراقبة كي يخرجوا يعملوا مخالفات بما انه خبز ممنوع هو باويش ليه 430 غرام ولا 230 غرام ولا 150 غرام بالضبط. المخالفات والمحاضر تشي كان علينا احنا عمرهم لا عملوا محضر ولا مخالفة المخبز المصنفة، والمخبز المصنفة تخدم فيه الخبز السبيسيال هذا بتاع العيد بتبيع يخدموا فيه. احنا وقتاش توجدنا ده احنا عندنا بالياسر 10 15 سنه معناتها قلت لك هذه عندها مئات السنين الحكايه. قداش سومهم المخابز الاخرى وقداش سومكم انتم سيسيل في الخبز السبيسيال تاع العيد؟ هذا اشكال اخر، هو ما فيش كما قلت لك بما انه ماهوش مقنن يخدموا فيه الكيلو بثلاثة دينارات، معناتها المخبز اللي مدعمه تخدم بثلاثة آلاف وانتم بقديش؟ وانتم بقديش؟ احنا كيف حتى انا كيف احنا ديما نتبعوا معناتها احنا ديما نتبعوا بما ان هما معناها مش تبيعوا فيها اغلى انتم؟ لا لا لا، ساعات نبيعوا ارخص منها. ما احنا انت كدوله تعطي في فارينه بلاش تعطيها بلاش وتزيدوا الفلوس، معناتها في الاخر المواطن مش مستنفع منها هي الحكايه، وتعطيه بلاش الفارينه وتعطيه كميات اضافيه في العيد، تعطيه كميات اضافيه لانه الشعب يستهلك يا سي سالم، الشعب يستهلك في العيد، معناتها تو انتم البلاغ الصحفي هذا واضرابكم باش وزاره التجاره تغض عليكم الطرف. لا مش نكمل في سرك سامحني. كل عيد تغض الطرف، تحبوا الاستمراريه في غض الطرف. لكن احنا تعمل لنا مخالفات محاضر راهو 1080 معناتها اقل محضر ب 2000 3000 دينار، لانك انت معناتها تخدم في خبز ما هوش موجود في القانون. يا سي سالم ما يجيش نعملوا اضراب على عدم تطبيق القانون، ما تطبقوش على القانون، ما يجيش اضراب راهو هكا يا سي سالم. سامحني طبق القانون لابد الكل. انت تطبق القانون على صنف وصنف اخر. انت يا سي سالم انت مطلبك شنية؟ مطلب غض الطرف علينا. هو يقول لك كيما تطبق القانون على الناس الكل. نكمل لك سامحني، ما عنديش عوين نرتقوا غادي. الوزاره اعطت ترخيص استثنائي سامحني بالله، حاول تسمعني من الدرج دقيقه. تفضل. العيد احنا الشيء اللي خلينا تكلمنا قبل ما كناش نتكلموا، معناتها عملونا محاضر ونقولوا ممنوع ما تسالش، ممنوع علينا احنا مش ممنوع عليه ما تسالش. العيد اللي فات معناتها شوف وين وصلنا بالبلاد، توصل السيده الوزيره تعطي ترخيص استثنائي للمخابز المصنفه، معناتها ولات عندهم ورقه قانونيه من الوزاره ترخيص استثنائي باش يخدموا خبز العيد لمده 48 ساعه. بعد العيد طالبنا السيده الوزيره وقابلناها وراسلناها في مال دفوها وبعثنا لها حتى عن طريق النائب على السفاقه السيده فاطمه السدي، يا مدام راهو ما يصيرش، راهو ثم زوز اصناف من المخابز كي اعطيت ترخيص استثنائي اعطي الاخرين للمخابز، اعطي الاخرين، ما فماش حتى اجابه. لانه هاو علاش سي سالم، هاو علاش؟ لانكم انتوما تبيعوا باغلى نهار العيد الترخيص يا سي سالم. نقول لك انا ليش البلاد الامريك لو لاباس وزاره التجاره تحب صفقسيه الكل ديما العادات والتقاليد بتاعهم يلقاو الخبز هذاك، انتوما تبيعوا في الخبز هذاك باغلى من صومه. قال لك مش صحيح، مش صحيح يا اخي. ساعه استنى بربي، خلينا نسمع سي سالم. لا حاجه في هذا، هو الخبز هذا مسعر
ولا في حريه ارتاكي مش مسعر ما له حقه يبيعه بالسوم اللي يحب عليه شي حقه يبيع هو مش مسعر يقول لي الوزاره منعت لانه احنا نبيعه اغلى منها يا اخي انا تواجدت لي نبيعه في الباكيت اغلى منها مو المواطن عينا بالصف ويعرف وانه الباكيت نتاعنا نخدموها بماتير معلش شنو السبب الحقيقي سي سالم حبيت تقول له هاو السبب الحقيقي شنو الحقيقي هو هاي. انه ثم عباس اللي هما تابعين سي فلان وتابعين للنقابه الفلانيه وهما اللي مشيو في البلاد يقولها وانت على دينك ثم سي محمد تمدي بوعنان والنقابه فهمتني نتاعه وهم اللي عاملين احتكار والسيد رئيس الجمهورية اللي يلوج انت على المحتكرين دقيقة اسمعني بالله والسيد رئيس الدولة اللي يلوج على قوت المواطن في الزوالي واللي يلوج على المحتكرين والذين ينكلون فني بالشعب انا نقول له اطلب من وزير التجارة تحل لك تحقيق سي محمد بوعنان وحده والعائلة متاعه قداش عندهم من مخبزة تحل لك تحقيق تحل لك تحقيق الحكاية الترافيك اللي قاعد يقع في الفارينة وتعطيهم الفارينة مدعومة وتزيد تخلصهم فنتي من فوق هاو الفساد والقرارات كيفاش تتخذ وشكون يتخذ لا 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 ما دخلوش في عركة ما بين الاتيكا والكل نيك سي سالم ان شاء الله وصلت الفكرة متاعك وان شاء الله ثانية عندك اي قل ثانية كي نقول لك ان شاء الله نهارك طيب وشكرا لك اي واكيد واكيد المفاوضات متواصلة ما هو فما الامكانية لتدارك الوضع ثم ناس ما عندهم لا والي لا ثاني ثم ناس اللي امكان ربي وثم ناس وثم الناس على راس مريشة انت تعطي في الفارينة بلاش العباد هو قالها سي زياد وترخصلهم لا مجال للتخلي عن الدعم يا سي سالم ما نتخلوش على الدعم للفقراء هيك هو اصل المشكل هذا ملف نتاع الخبز بتلوج على ملفات الفساد وعلى المال واضح في مال الشعب هذا ملف انا نشري في السميد والفرينة كيما تشري وصلت الفكره وصلت سي سالم وفر لك في الخبز وصلت جيت منعني باش نخدم خبز العيد واضح تعطي فيه في الفرينة ليش واضح توفر له كميات اضافيه احنا كوتا نتاعنا تو باش نخدم الخبز العادي معنيش ناكل واضح شكرا لك سي سالم البدري رئيس المجمع الجهوي للمخبز العصري بصفاقس دخلت معنا سر الهجوم المجاني من زياد الهاني على رفيقنا ابو عنان لا بالحق لان ابو عنان صراع ما بيكون والمخابز العصريه تاع زياد الهاني قد عنده مخبزه تقريبا 18 18 مخبزه ومخابز سي ابو عنان هذه هي العركه ما باش العباد تفهم كبارات عليه نقز كبارات في بعضهم يلا الاخبار ونرجعوا